شوف الجديد يا الحبيب، كرتونه بعد ها. ما يلحقش بيطلع. وانا خرسنا العيش، وهنا الحبيب قطع البصل. طبعا الاخوان هني واقفين راجعين من العمره، عسى الله يتقبل منهم. ومن جعلان الشباب العمان، وقبل المحطه ب80 كيلو محطه شيبه مخلص عليهم البترول، وهذا وضعهم. سلامات، ما في شغل؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ في بلدي جديد. مبروك. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا وقفنا على اساس نسوي قهوه ونتنشط شوي. نتفاجئ الاطار الخلفي مال ابو محمد مال اللوبد مبنشر. شو ترتيب اليوم؟ تشيكن؟ دجاج. مصالح؟ مصالح. تفو؟ كراي. سبايسي ولا ما في سبايسي؟ شو اخبارك؟ كيف الصحة؟ بردان؟ طبعا هذه عزب الجمال او قوافل الجمال تنتقل من منطقة لمنطقة بحثا عن المرعى. يعطيكم العافية. هذا باين الخقة، باين الاتيكيت، شو اسمه زجاجي. نعم روح. شو اللي استوى طبعا؟ لا 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 لا، مستحيل مستحيل. فشوف معقولة جاهز؟ ما شاء الله، والله يا ربع ما توقعت يكون جاهز بهالسرعة. خلاص تعتمد هذه، اعتمد يا ولد. هذا مشترك جديد. حياك الله. دي شيء يا رجال، هذا 20 سو متابعة لازم، هذا يسوي لايك مشان هو في يسوي يعطيك دواء ويجي. أيوة. هذا متابعين زياده زين. عايش 2050. شامخ علال، شامخ يا علال. كفو. صباح الورد. جوعان؟ لا لا، سوى فطور ساعة ساعة هذه طايت الفطور. كيف الديزل معك؟ كم باقي؟ امورك طيبة، بس ما بنحتاج نوقف المحطة عيل، نوقفني افضل. المحطة باقي لها 50 كيلو تقريبا. يلا بسم الله. يلا عايز الريوق يا ربع. بسم الله. طبعا اكيد مع كل وقفة لازم نشيك على السيارة، على الاطارات، حرارتها، على السلاسل، شينات، كيف امورها. مرتفع؟ حلو.
صار وقت الإفطار. زيتون طبعا هذا مال الغداء امس محرق الروبيان ما في شيء رمي نعمه زواله ولا وش تقول؟ نعم ها؟ نعم اي والله بسم الله ما بنكثر لانه في اشياء ثانيه في حمص وذا يكفي شويه ملح صار وقت او فخر تدلع كرشك يا البادي نعم. هذا لا ترابع هذا بالله عليك حد يتعامل مع ضيف كذا الله يعطيك العافية طبعا هذا من وجبة أمس ما شيء يرمى كله موجود شوية حركات والكامي أكيد لازم يكون موجود مع وجبة الإفطار اليوم بنجرب شيء جديد بنجرب شاي الكرك الجاهز ذا ما أدري وش علومه إن شاء الله يكون طيب بإذن الله يلا سمينا بالله بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله شاي الكرك ما ادري هو يسوى كامل ولا شويه نصه بسم الله لون خيالي ها بالملعقه بالها دوار صدق هذا الشاي صار له اكثر من شهر ونص ما جربته معي جربه اليوم اعطني رايك بدون مجامله ينفع ولا ما ينفع ترى ما جربته كيف؟ كم من 10؟ 5؟ 7؟ لا 10 من 10 لا ايوه الله يعطيك العافية صح بسم الله يا سلام والله يا ربع ما توقعته كذا طيب أول مرة أجربه لا وزعفران بعد حركات جميل ما شاء الله يستحق التجربة طبعا أسوأ شيء أنك تكون باغي تفطر وحاط الأكل ويجيك واحد مليون يوسخ لك الدنيا حسبي الله ونعم الوكيل لكنه متفهم مشرنا له الرجال ما قصر خفف شوي السرعة الين عدانا وبعدين زاد مرينا على محطة شيبة ما بنوقف مع السلامة والله المرة الماضية قلنا ما بنوقف وبعد 20-30 كيلو وقفت غصب ذكروها السالفة الحمد لله ما احب اوقف في المحطات احب اوقف في البر الباركنات هذه اللي موجوده والله انها ابرق تاخذ راحتك بالجلسه لا هذا مغبر عليك ولا هذا خاطف عليك ولا زحمه وما ادري وين توقف لا والله انها ابرق في البر تاخذ راحتك افضل من المحطات عاد المحطة ان توقف لما بتعبي ديزل ولا ناقصك شيء ولا بتصلح شيء بسيط يمكن اما غير كذا والله اني ما احب
أمر عليها مرور الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم من بعيد. سلامات. هذا المسكين جاي بعزبة وحشايش حق الإبل. ناشف ناشف شو اسمه في الرمل. الله يعينك ويسر عليك. ما مشكلة. الأرض هنا مرة أخوة تنزل مباشرة تندفع السيارة. عندها سيارة فور ويل هذه 6x6. طبعا هذا الخط القديم حق حقول شيبة هذيك. وهذا الطريق الحديث اللي صار دولي. يعطيك العافية. والله كفو كفو كفو. والله كلمة شكر لحكومة المملكة وللجنود المجهولين الشغالين لخدمة الطريق هذا. نسمة هواء بسيطة تنقل لك الرمل هذا هنا وتسكر الطريق. ولكن يعطيهم العافية شركات شغالة على طول ما شاء الله ما شاء الله. هذا يبعد بس يبعد الرمل. طبعا هذه عزب الجمال او قوافل الجمال تنتقل من منطقة لمنطقة بحثا عن المرعى. يعطيكم العافية قواكم الله. طبعا اتوقع ان يعني المنطقة هذه ما يتعايش معها الا الجمال وبعض يعني الحيوانات القليلة مثل الثعلب والارنب وغيرها شيء بسيط والضب. اما باقي الحيوانات صعب تمشي على الرمل هذا. صعب صعب. طبعا الاخوان هني واقفين راجعين من العمرة عسى الله يتقبل منهم. ومن جعلان الشباب العمان. وقبل المحطة بثمانين كيلو محطة شيبة مخلص عليهم البترول. هذا وضعهم حقيقة. يعني يوسفنا ان ما قدرنا نخدمهم. احنا مشوارنا كذا وباقلنا عن المحطة الثانية قريب 190-180 كيلو. وعلى كل حال يعني نزلنا معهم وش الوضع. قالوا بس البترول مخلص وعطيناهم المتيسر لان ما تعرف متى بيوقفوا لهم. المشكلة ان اللي شغالين هنا اغلبهم اجانب والله ما يرضوا يوقفوا. سيارة صغيرة عطلانة يا أخي بساعده بشوف شو عنده. فالأفضل أنهم الحين على أساس أنه يشوفوا أحد يوقف لهم وإن شاء الله يلاقوا أهل الخير موجودين بإذن الله ويطلعوا معاهم يجيبوا بترول ويرجعوا لسيارتهم. ممكن والله 80-90 كيلو باقي عن المحطة الثانية. فيا جماعة الخير اللي يمر الطريق هذا طريق صحراوي مقطوع يعني خذ احتياطك يا أخي. خذ لك طرمبة معك حق البترول ضروري لا تلعوز نفسك. جاي من سفر 2000 كيلو ماشيين في النهاية تتعطل في الصحراء هذه مشكلة ما تسوى عليك. عسى الله يحفظهم ويسر عليهم. واصحاب العوائل اللي دي من عمان والله ما انصحهم يجوا بالطريق هذه. يجوا عبر الامارات افضل طريق فيه خدمات وتمشي على راحتك انت واولادك واهلك. إذا تعطلت في أحد من يوقف لك وفي ورش قريبة منك وفي محلات وفي مطاعم. هذا الطريق أبد صحراوي ما في خدمات هاك هذا الوضع. يعني تمشي لك من عبري 700 كيلو ما تحصل إلا يعني مطعم واحد بس موجود في المسافة هذه كلها. فمشكلة. عسى الله يسر على الجميع. طبعا كثير شباب يعلقوا يقولوا طيب ليش ما تتصلوا بأمن الطرق فرضا. طبعا أمن الطرق متواجدين وجزاهم الله خير بيض وجيههم في المناطق اللي هي أو الشوارع اللي هي بين المناطق. أما منطقة مقطوعة مثل هذه ما أتوقع يكونوا متواجدين. أنا حقيقة ما شفت قبل كذا موجودين. ما أدري إذا أحد منكم شافي يبلغني أما أنا ما شفت حقيقة. فما أعتقد أن أمن الطرق تغطي أو خدمة أمن الطرق تغطي المنطقة هذه.
ما اتوقع حقيقه. طبعا اللي جاي من الرياض باتجاهها الى منفذ الربع الخالي، شو اللي يحصل؟ اللي يحصل يعني في محطه تقريبا قبل مفرق شيبه 100 كيلو 200 كيلو بيعبي منها، وبعد كذا بيجي في محطه ايضا بعد 100 كيلو على اليسار، بعضهم يقول لك موجود معي ديزل او بترول، بعبي من وين؟ من قدام. لما يجي هنا ما في محطات على الطريق، خلاص انت بتمسك طريق هذا مقطوع، يعني اذا معبي قبل 200 كيلو في قدامك ايضا غير ال 200 كيلو، هذا 300 كيلو عبال ما توصل محطه شيبه، فعندك 500 كيلو ما يوصلك البترول. طيب شو الحل؟ الحل انك تعدي مفرق شيبه او مفرق الربع الخالي، بعدها ب 5 كيلو في محطه على ايدك اليمين، بتعبي وبترجع رجوع مره ثانيه وكانك رايح للرياض، بعد 5 كيلو يجيك المفرق بترجع رجوع باتجاه الخط. هذا افضل شيء، لكن البعض يعني جديد في الطريق هذا وما جاء له قبل كذا، عشان كذا ما يقدر الامور هذه، يعني يقول لك ممكن احصل محطه قدام، ما في محطه قدام انا، 300 كيلو بتمشيها من المفرق لهناك. بينما انت الافضل انك عبيت من 5 كيلو قبل المفرق، بعد المفرق 5 كيلو وترجع، افضل لك بدل ما تتعطل. والله انا قلبي معهم، الله يكون في عونهم صراحه، الله يكون في عونهم. اشو ان الجو يعني صار لطيف الحين 31، ما في حراره زياده، بينما في الصيف انا ما تقدر تجلس فوق ال 50 الحراره. وصلنا الى مفرق البطحه ولكن الزميل ما اشوفه، مشكله ما عنده شبكه، اول مره يجي ما عنده. اللي هنا بعد 5 كيلو طريقنا نحن تراه كذا، بس بنروح كذا لان في محطه 5 كيلو على اساس نعبي ديزل ونستحم ونصلي ونشوف. الحين الساعه 3 ولا سوينا غدانا ولا عجلنا الى المغرب، بنشوف وش الوضع. والله اني ماني جوعان من الافطار، والله ماني جوعان، شبعان الحمد لله. الساعه 9 افطرنا وما نجوعان، يمكن ما نسوي فطور الا قدام، نشوف شو الوضع، نشوف الزميل وش وضعه، هل جوعان؟ اذا جوعان الزميل كنا سوينا، اذا ما جوعان الزميل كنا مشينا 200 كيلو وبعد كذا على المغرب بنوقف نسوي لنا غدا، غدا وعشاء بنفس الوقت. هذيك المحطة وين؟ على طريق يوصل الى منفذ البطحاء اللي هو يعني يدش على دولة الامارات العربية، وبعدها في منفذ ثاني يدخل على عمان، او في اكثر من منفذ بين عمان والامارات، ممكن والله 1 2 3 تقريبا 5 منافذ بين عمان والامارات. اما بين عمان والسعودية ما في الا منفذ واحد اللي هو الربع الخالي مباشرة بالصحراء هذه. يلا الحمد لله. هذه اللافتة تقول لك البطحة 25 كيلو والامارات 28 كيلو. بس انها ازمة، زحمة في العادة، المنفذ هذا زحمة اكثر من الربع الخالي. وصلنا المحطة ولله الحمد والامور سهلات. هذه اصعب مرحلة كانت اللي هي صحراء الربع الخالي، بعد كذا الامور سهلات.
كل 100 كيلو 150 كيلو تحصل لك محطة وخدمات. ما هناك أبد ما في. المحطة فاضية اليوم. ليش فاضية؟ لأن الجو معتدل صار، حرارة الحين 30 بينما في عز الصيف مليانة. ليش؟ الناس مثل هالوقت ما تطلع، يعني يوقفوا يريحوا بسبب الحرارة. الحرارة 50، أصحاب تريلات يتجنبوا المشي في الحرارة العالية على أساس ما يروحوا الإطارات. يتحرك يعني يوقفوا من الساعة 12 إلى الساعة 5 المساء، بعد كذا يتحركوا بسبب الحرارة. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب؟ تنزو 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 ثلاثة ما في كاميرا سو تنزو 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 الحبيب عبالة أقول لك كاميرا سو كيف ما في معلوم؟ لازم معلوم شوي شوي. اكسو دوسو تنسو تشارسو خانسو كله معلوم. هذا ديشي طبعا. هذا مشان يوتيوب. لا يوتيوب. يا الله حي ربيع الحمد لله على السلامة. عاد والله خفت عليك يا أخي، يوم جيت على اللفة شفتك ما موجود. أنا من مخفى لا لا حتى هسه هي والله ما عندي خبر، قلت في التلفون. مشيت واحدة من الرمل. ها؟ مشيت واحدة من الرمل هذا الحيبر. لا لا اللي عندي أنا. اللي عندي أنا. أها. طلتها وحطيتها داخل البوكس. أي رمل؟ الحيبر. لا لا. كيف انتبهت عليها؟ اتابع جامد؟ لا والله كفو انك والله كفو والله كفو انك ذي بشوف من كل جهه ولا من كل جهه؟ ايه هذه اللي هنا مال الاطار 300 بالعبي من الرياض هذه هي. والله كفو عليك. أنا أقول وين هالرجال راح؟ هذه فرت هذه كليبات تطلت. والله كفو عليك إنك ذيب ما شاء الله عليك. ورجعت وقفت ورجعت ركيض لها. أيوة. ماشي. ها؟ والله كفو عليك. أيوة. زين ما تكسرت أمورها طيبة. نعم بطل من هنا هذا. ما شاء الله بيض الله وجهك. كفو كفو. والله انا هذه كترفرف صدق هذه ترفرف. اشوف هذه فلتانه من الجهه هذيك. خلنا نشيك عليها من ذاك الصوب. امانه هذه وش الوضع هنا؟ لا سهله ماشيين 70 يعني شو ماشيين. طيب الحمد لله. بس هذيك واحدة شوية ها كنها هذه والله هذه كنها بعدين تتبطل شيء بسيط. شينات مرة طيبة. الحمد لله سهلات سهلات. حمد نعم. كيف الجدول؟ الجدول عندك. كيف الجدول معي؟ انت المدير الرحلة. ماشي يا مدير ما في عندك. ترتيب عندك. جوعان ولا ما جوعان؟ ماشي جوع اليوم. ماشي جوع؟ ماشي جوع والله كفو. زعب اسمع الجدول كالتالي.
بنوقف سيارات بنستحم نعم بنخوز هالغبار ابو فينا زين وبنصلي وبنتيسر قريب المغرب قريب المغرب بتضبطنا بهذا طيب تعرف تطبخ بنقرب لا 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 اذا ما تعرف كفايه لا لا بنقرب لا تجربه ما في تقول لي اعرف خلاص قول لي يعني ها نص نص بناكل لقمه طيبه بعد التعب احسن على اللقمه الطيبه من عندك بيض الله وجهك بيض الله وجهك خلاص الامور طيبه باذن الله كيف الوضع معك هنا؟ لا سهلات الحمد لله الامور طيبه نشوف الثلج وش وضعه طبعا ها؟ هذاك في تسريب معك عادي تسريب معك في الهواء لا زالت موجودة بشيك عليه طبعا ثلج لا زال اليوم الثالث مرة عليه صح؟ اليوم الثالث طبعا هذه ما فولناها لو مفولينها بتشوف العجب تبارك الرحمن أصلي أشوف وين؟ لا زالت شغالة؟ يعني ما دائما ما مستمرة الحين موجودة ولا لا ما موجودة لا لا ما شيء سوي اشتراك هذا مشترك جديد حياك الله دي شيء السلام عليكم كيف حالك عبد الله السلامة تيت مضبوط انا تيت بارك الله اقول اروح يسار زين فهم علي اصبر اصبر يا الحبيب اصبر شويه بكبر لفه بس صبر ابي ادش هنا اوسع اللوبت بسم الله هذا هني سوبر ماركت ومطاعم ومقاهي وكل شيء موجود نوقف سيارات هنا إلى المسابح مسابح لا تواليت مشي أمورك بسم الله أوقف ثاني بإذن الله يا رب بسم الله أتوقع بسم الله بسم الله وصل الصاحب يا هالدبان مأذننا الله المستعان لاحقنا وين ما نروح لو هو يا رب ويشيل ملابسك والفوطة والشامبو والصابون والحقني يلا بسم الله ولك حمام الهنا صديق ما عرفتك تغير وين ذيك الغبار ابو عليك طارد نعم مشينا 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 لا ما مشينا انا عندي راي كيف انا معي قدر ضغط نعم معي قدر ضغط كهربائي انا ما عندي عندك انت موجود والمحول موجود خلينا بنجربه انا ترى اول مره بجرب قدر ضغط الكهربائي ولا صابت ولا خابت وان شاء الله انها بتصيب قلنا ايش استغل الوقت بحيث ان نوقف بس نتغدى يكون غدانا جاهز فنضبط ونقطع البصل وذا ونحط السمك والعيش وكله مع بعض خلطنا مخلط وحطه في ذا الضوء وامشي بعد ساعة نص ساعة بيكون جاهز بنظل ماشيين احنا لين غاية الغداء وبنوقف نتغدى راي طيب ولا طيب
رأي طيب. بنستغل الوقت، وش رأيك؟ نعم رأي طيب. يلا توكل على الله، خلنا نضبط الوضع. ترى بكرتوا هنا بعده، ما فكينا جديد. جديد. بسم الله. الحين بنطلع السمك. بسم الله. نغسله ونضبطه. بسم الله. هذا سمك الكنعد. هذا سمك الكنعد من افضل الاسماك معانا. احنا نسميه شيخ السمك. هذا شيخ السمك هو الكنعد. اقول انتم مال الظاهره ما تاكلوا سمك وايد عكس مال الباطنه. كم في الاسبوع تقريبا تاكلوا سمك انتم؟ والله احيانا يوم يجينا نشوف سياره السمك جايه علينا يوم ما عاد. يعني في الاسبوع كم يوم؟ يومين ثلاث ايام. احنا ست ايام تقريبا في الاسبوع سمك، ويوم يا لحم يا دجاج. شو رايك؟ شكلي باكلك امس باكلنا سمك واليوم باكلنا سمك بعد. نعم. وش رايك في الكنعد؟ مره مضبوط. تعرفه؟ نعم. احنا نسميه شيخ السمك هذا. هذا شيخ السمك هو الكنعد. ما شاء الله. هوا. نعم. ونضبطه اليوم وان شاء الله انه يضبط باذن الله تعالى. ان شاء الله. عاد اين حد؟ ان شاء الله. بسم الله. شوف الجديد يا الحبيب، كرتونة بعد ها؟ ما ينحد وش بيطلع؟ طبعا خرسنا العيش، وهنا الحبيب قطع البصل والثوم والطماط، نسوي كله عباس بدباس. ما فيه ولا صابت ولا خابت اليوم. إن شاء الله إنها تصيب. إن شاء الله. وإن ما صابت من أول مرة ثانية تصيب بإذن الله. ها. يا سلام، بس كيف يشغل ذا؟ والله ما ادري يا اخي، تريلر غير شغلنا متعودين عليه. هذا ما شغلنا يا اخي. ها؟ بسم الله. امور طيبه باذن الله. بسم الله. يا ابوي هالذبان ذا فما ادري وش يجيبه هنا في الصحراء هذه. امس يوم جالسين. ها؟ امس يوم جالسين بالليل. اوه في حركات. هي كيف في ذبان هنا في المكان هذا؟ ولد حلال شي باخي ذا ما في ذبان. هذه قياس العيش ها؟ ما وصلت بعد يوصلون عبر من الحدود. هي نعم. ما عندي جوازات. يا قليل لك انا ما ماشي تو بعد الحين. بسم الله. عاد قياس الماي وش وضعه يا اخي؟ مع العيش اظني واحد لواحد ولا واحد واحد ونص العيش؟ وش الراي؟ ما اعرف. وش رايكم يا الربع؟ سجلوا في التعليقات. اتوقع انه واحد لواحد، لكن انا بزيد واحد لواحد ونص. باب الاحتياط. هذا وش هنا؟ رايب. هذا الدفتر اللي ما حد يقراه. وهذا حق المندي. ما شاء الله. هذا وش؟ ايش هنا الصفارة ماله؟ بس ذي متنسى مصور لي هنا. لا تطيرن. يلا. بسم الله. نغسل. نضبط الأوضاع. كيف البادي؟ جاهز؟ جاهز. خضرة؟ صور نسوي ولا نزل الخضرة. خلنا نبطل السمن العربي هذا من انتاج مزارع البادي. ابو محمد الله يزيدك من فضله. امين. طبعا قطعنا اللي هي الطماط والبصل والفلفل الحار والثوم. احد يسوي مثلنا ترى تجربة ها. نجيب العيد بعدين نقول كله منك دمرتنا. طيب الله وجهك بطل ذا السمن اشوف. وين الملعقة هذه؟ حط من ذا السمن اشوف. شوي بس هوب هوب هوب. طيب الله وجهك انك ما بخيل. شوفوا خلنا نخلطه. بعدين بنحط السمك. حطينا طبعا السمك قطعناه
والحين بتحط له بهارات. هذا الكركم وهذا بهارات السمك. وهذا كاري. حط ملح. ملح كيف بخيسة. ملح الهملايا. وليمون عماني خلط يوم خلط شوي. ابو محمد جاهز العيش؟ جاهز. يبغى اشوف. حط العيش. بسم الله. نسينا شيء؟ ماشي. غير الماي باقي. ماي بنسوي غير الماي. ما ظن نسينا شيء. ان شاء الله ما نكون نسينا شيء يعني. اذا نسينا بن بعدين يوم نخلص نزيد فوق. نزيد. تو الماي وش قررنا نسوي؟ عطني ال ماي. ما بيكفي. جيب ماي من هناك. شيء معك ماي؟ شيء نداه. هات ماي. ماي نفس ذيك بار؟ ايوه. زين هات. ابدي اسوي الماي. خف خف يا شارك الهواء. قول هذا واحد. هذا بيغفنا. هذا اثنين. هذا نص. بطل هذه. هذا ثلاثة. هذا أربعة. يفترض أنه يكفي. الحين سوينا نحن يعني دبل. اثنين لواحد. اثنين ماي لواحد رز. أعتقد أنه يسده. وش رأيك أبو محمد؟ كفي؟ يسده كفي. ها؟ يعني يطلع عرسية؟ زين. طبعا العرسية كلها عمانية. نعم. رز مهروس. والحين هذه تسكيرتها. ها شي ربلة؟ ايوه هي راكبة. راكبة مرة طيبة. الحين اشتغل فيها وتكون راكبة. من هناك؟ لا اتوقع من هنا. من هنا تنزل. من الصوب. ها؟ من الصوب كذي. كذا ها؟ لا العكس كذا تفره. هذا يكون هنا. شوف اللوك يكون هنا. ايوه. ايوه ماله هذا الصوب. لا العكس هنا يكون. هنا اللوك. شوفه كذا. يا هذا البلد اتوقع انا كذا. هذا المسمار يكون هنا. ايوه المسمار يكون هناك. لكن ايوه سلام. هذا وش ذا؟ بلاستيك. اشوف خوز هذا ولا مو ولا بر. مال الماي. مال الماي. مال الماي يوم يجي هني. لا اوكي يروح هناك. نعم. زين خلاص كذا. بسم الله. لما اغراضنا هو باقي الكيبل. طلع الكيبل نوبه. طلع الكيبل وان شاء الله انه يضبط. ان شاء الله نبيض وجيهنا مع الضيوف ان شاء الله. ايوه هذا الاقلاص مال القياسات. هذا القياس مال الرز. ايوه شيل هذا البلاستيك بعد. انا داعي لبراي ذاك مال جوده. مال جوده. بسم الله. حط في شو اسمه. شو تعبى ذا. وش وضعه؟ طاح. طاح الكوب. طاح الكوب. مشينا. يلا نلفت اغراضنا ونروح. بسم الله. قول بسم الله. نركب. قدر الضغط. يا الله انك تجملنا يا الله. زين اختار على السمك.
بعدين في ستارت ولا وين؟ الله هي هذا الحبيب من الحين ما بقى ما عارف يشغلها. خلني ابند الكاميرا واشوف. اعتقد كذا بعدين ستارت. بس مش خمسة ذي خمس دقائق ما ادري يا اخي ما اعتقد خمس دقائق في خمس دقائق تسخين بعدين بتشتغل على نظام السمك. وش ان شاء الله تضبط ها ولا اكلتك من المطعم اليوم؟ اخاف ارد على الخبز والجبن. ابو محمد والله خايف ان ناكل خبز وجبن. ها البطل حتى يشغلها ما عارف. يا عين الله ربك المسلم يا الله انك تجملنا. الله المستعان. لا ان شاء الله ان امورها طيبه ان شاء الله. يمكن والله تسخين ذا ما ادري ايش وضعه. خبرك انا بحط الشاشه كذا وبتشوفها كل شوي. يلا مشينا بسم الله. يا الله يا رب بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله بسم الله. الحين طبعا الساعة تقريبا 4:30 4:37 يمكن كذا على 5:30 بعد ساعة نوقف نتغدى. ها وش الوضع؟ بعد يسخن ما عاد اتوقع يسخن. بسم الله يا الله يا رب. والله يا ربع ما ادري اشوف اسكرك علي بندت. وش الوضع؟ نفست شوي اوكي اشتغلت ضغطت تمام وقف صوت خمس دقائق بندت. معقول استوى؟ ما اتوقع يا اخي. الله يسر عليك. ما ادري والله باقي اوقف واشيك كله. مستحيل خمس دقائق جهز من بعد الضغط. والله هذا شو متعطل ولا هذا؟ طبعا قررت اوقف اشيك عليه ما اتوقع انه جاهز. زايد المكان هواء وكله رمل فما في مجال نوقف يعني اصلا. بسم الله كيف سواه. الله 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 ساخن والله ساخن. الله المستعان. والله بدي حفلة سمك الكبير. والله ما شفته. وش الراي؟ لا 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 طبعا زميل واقف ما عارف ايش السالفة. نقول بسم الله. ايش رايكم؟ انا اتوقع انا ما جاهز. لا 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 مستحيل مستحيل. اشوف معقوله جاهز؟ ما شاء الله. والله يا ربع ما توقعت يكون جاهز بهالسرعه. خلاص تعتمد هذه. اعتمد يا ولد. الحين لازم سكرها مره ثانيه يا ذا البلاء. ايوه يلا ابلش. ابو محمد كيف؟ ولد حلال خمس دقائق من ضغطت وبلدت. قلت عب هذا تسخين يمكن. ما سويت لا ما سويت هذيك وحدك زيتها. لا ما زدتها. قلت بوقف اشيك عليها طلع جاهز. جاهز؟ قلت مستحيل والله جاهز. ما شاء الله والله. والله ما توقعت كذا يا الربع.
بنمشي بنمشي. يلا زين. ما جوعانين. يلا. بعدين الجو رمل فيه ما شيء مكان حلو وقفه. والله إذا وقفنا لناكل رمل معه. صير مقرمش. صحيح. يلا مشينا. يلا. بسم الله. على بطاقة ما سيم كارت. والله. ما في فائدة أترقل أساخر في هذه الدومة. ما شاء الله في الحرب. يلا من هنا شو بيقوله. بنوقف بنوقف حرب وبمنك بنشتري له. بإذن الله. يلا روح. بسم الله. يلا. طبعا ما عنده سيم كارد ولا عنده التواصل ولا الله يعينه. مشكله اول سفره شويه مشكله. سلامات سلامات. الله المستعان. لا اله الا الله. صار وقت الغداء يا ربع. قربت الشمس من الغروب الساعة 5:42. أحسن كأني جاية لأن هذه خلاص كذا مبندها ولا كذا مبندها. ما تنبندها من هناك. هي تسخين بعد ما جهز استوى التسخين. بسم الله إن شاء الله الأمور طيبة. بسم الله. غايدة غايدة. بسم الله. يلا هو شيء شوي ترمل ما لنا ما شيء لكن خدام بيطلع أسوأ نفس السالفة. أبو محمد بطل المطبخ الله لهانك. يا الله إنك تجملنا. هين صحن اغسل الصحن. هنا فوق اغسله. هذه الاسفنجة هنا الصوب عشت. طبعا ان شاء الله انه يبيض الوجه. شكله مشاهي. شكله مشاهي. شكله يبشر بالخير. ها؟ بيب الخزان؟ بونا من اول. هذا البيب بغيره انا ما يصلح. هذا ما يسوى. سوي طحالة بباشيله. أبغى أغيره. هو كان هذا الهاي بريشر لكن انكسر على واحد من ربع. خطنا واحد من ربع انكسر عليه وعاد ركب له ذاك وما عاودت أنا خليته على حاله. ها؟ هذا نوبل بيب هناك منكسر ترى. شوف يدخل طحالة لأن يدخل ضوء. بيغير بنغيره إن شاء الله. لا غيره. نركب له كوبرس على الاقل شيء. هل ذا الحين بايب ليشر يمشي؟ سده سده. بس غسله زين على الصابون. جميل شوية رطوبة بس يعجبني كذا يكون رطوبة. الكبسة تكون رطبة ونقية عذرة. لا بسم الله تحت الماء دي. بسم الله بنقول بسم الله. طبعا بين الماء زايد شوي لكن ما يضر. يوم رطوب يكون جميل. بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. والله ما سيء. ها شويه الملح ناقص. ها عن ضغط. لا رايك والله انه شيء. احط لك من هالليمون. قول بسم الله. شيء صراحه خلاص نعتمدها الضغطة. قدر الضغط الكهربائي يعتمد بالذات لما يكون الجو مثل كذا رمل
غبار ما تقدر تطبخ لانك تتعذب، تتعذب الاكل يصير كله رمل. بينما هذا حط كل شيء عباس ودباس، ها حابل بالنابل ويلا وجهز. والله صدق ما توقعت تجهز بسرعه، ما اخذ وقتي الربع، من اول ما ضغطت يمكن 5 دقائق بندت، استغربت انا كيف بندت ذي، لكن فعلا امور طيبه. المره الجايه بنقص شوي الماي بتكون ضبطه، ها بتكون الاكل ضابط. هاو هذا باين الخقه، باين التكيت، شو اسمه زجاجي، نعم روح. شو اللي استوى؟ طبعا هواء، فسكرناه وولعنا على النار، ظهر انه نزل وذاب، والله انه ذاب، وذاك الغطا طاح داخله. شوف الافلام، شوف والله المستعان، والله ذايب ذاك، ذايب وش ذا البلا، مو ما شغلته يا الربع التكيت، مصيبه. بسم الله الله المستعان، الغطا دخن ودمص ذاب، الله اكبر. شيء بريق بس كبير، مشكله كبير ذاك، شيء واحد صغير ما جبته، ها شيء صغير. بشاي ولا نوقف قدام؟ ذاب ذاب، ما واقف بس ذاب، ذاب الحرارة لأنه هواء. سكرنا الباب، خلينا شيء بسيط هذا، ولكن هواء وايد هواء. يلا يعوض الله. وصلنا إلى محطة الميتين الربع، زميل حمد اللوبد معه، لنار الخلفية جهة اليسار ما شغالة، حاولنا فيها ما في فايدة، بنودي الكهربائي يشوف شو المشكلة، وبعد كذا بنواصل الطريق ولله الحمد. الحين الساعة 8:23، والله يمكن اني ما ادش انا ارد في السيارة انا واروح معه، انا نشبع حيدة داخل نشبع، ما ادري وش الوضع، اروح ما اروح، لا شيء مواقف اروح، والله زحمة. الله 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 الله، صحنا وين نوقف؟ خلينا نوقف هنا، وقف الصوب على الطرف، خليه هو يكمل. اعتقد انه في كهربائي، والله ماني متاكد، بس اتوقع انه في كهربائي. وقف هذا الصوب هنا، هذا الشباب، بسم الله. نايمان يسابح وش ذا، اسمع دق، ودي السيارة هناك، شيء اتوقع كهربائي. بسم الله، هذا الظاهر نفس المشكلة اللي عندك، بس هذا الإنارة اليمين ما شغالة. السلام عليكم. هلا يا حجي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ سلامات، ما في شغل؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ في بلدي جديد. مبروك، ما شاء الله ما شاء الله، في موجود من سيارة، في موجود، بس هذا كأنه واحد نزل هذا في يكسر يجي، ايوه لازم بيكسر، ايوه الله ما في بلز، ما في مشكلة، صحيح مكان ما في، ايوه الله المستعان. هذا ضعيف بعد ترى، هذا في الحين في جديد، كفو كفو. كهربائي موجود مني؟ كهرباء موجود، بس خربان ما في. لا منا كهربائي موجود ولا ما في؟ سمسم بن شري موجود انا بعد، هذا لوبه ثاني، هو بعد مشكله في ناره، ايوه
سمسم انت، انت يمين هو يسار. ايوه هذا في ما في شغل بنط الساس وما في يسوي شغل. ايوه مشكله صحيح في مشي ان شاء الله. اي مشي يلا الله يسر عليك. يلا حجي بارك الله فيك. ها جزاك الله خير. قبل واحد ساعه انا اكل. بارك الله فيك. شكرا شكرا يا حجي. السلام عليكم. يعزمنا على الاكل جزاه الله خير. ها وش الوضع يا ابو محمد؟ الوضع عندي غيرت اشتراك. اها اشتراك في البلاد ما صلح. لا لا نفس الحركه ابو محمد بتلف بالشريحه. نعم. طيب غيرت الشبكه؟ غيرت الشبكه. بنته وشغلته؟ بنته وشغلته. كيف اتصال يمشي النت ما يمشي؟ ما اعرف. يمكن الباقه ما فيها دولي هذه. ركبت دولي. فيها دولي؟ ايوه. قالوا لك فيها دولي؟ ايوه. بس خلل في الشبكه. خلل البيانات. اعوذ بالله. يعني خساره فلوس على الفاضي؟ ايوه روح الفلوس الفاضي. 16 ريال؟ 16 ريال. الله يعوض. يلا جهز لك 150 ريال سعودي مره غير حق شريحه جديده. وش الوضع اللي بعد الازال؟ والله نشوف. زين ترى حتى الإنارة الجانبية معك ما كلها شغالة. اشتغل شوي. اوكي مرة يشتغل مرة ما يشتغل. هذا شغله بدق. ايوه. خفيف. هذا الارت ما راكب صح صدق. الارت ما راكب صح ذا شغال بس ما خفيف. يمكن الارت. شوف ذا العربان يمكن معهم كهربائي يا هنا يا هناك. انا اسمع دقة تاري هنا الدق. اسمعني. يا هنا يا هناك خلنا نشوف معهم كهربائي ولا لا. لا 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 ما تبند يمكن النقلة ذاك الصوب. ما الورش بسيطة هنا يعني مو شغلات مرة ضرورية ضرورية اما ما حد يصلح هنا. والاسعار في العادة دبل مبالغ فيها شوي كونها منطقة مقطوعة يعني. هذا الكهربائي موجود. السلام عليكم. كيف الحال يا حجي؟ شو اخبارك؟ جاهز عشاء ولا بعده؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ شو ترتيب اليوم؟ تشيكن؟ دجاج. مصالح؟ تفو؟ سبايسي ولا ما في سبايسي؟ أنا هذا المدينة يجي يقولون. أيوة عشان تعليم طبخ. أيوة. شو أخباركم؟ الحمد لله. كهربائي موجود؟ موجود. يريد كهربائي شوية. شو مشكلة؟ شغل بسيط. هذا كهرباء مليت ما يوصل زيادة. شوية خفيف يجي. يجي نار مشكلة. يريد تشوف تكنيك. قدم قدم. هذا ورا ورا مال المحطورة مال ورا آخر بس. هذا كم وصل هذا؟ وين؟ كيمرا. هذا؟ مشان أنت ما مشكلة بلاش. لا لا كم وصل؟ يريد؟ يريد ما في. أنا بدي أشتري شيء ما في فايدة. أنت معلوم برايس كم؟ هذا شوف هذا ضعيف. هذا ممكن خربان دي. لا اللي دي يجي خربان هذا شكل. ها يمكن ارت مشكلة. انا اشوف شوف تشيك موجود. لا سام سام اذا خربان ما عليك بغى يقصك. نعم. يلا الله يستر. طبعا ان شاء الله اغلب الشباب يبيتوا هنا. الصباح يتحرشوا بعضهم. ما احنا بنواصل ان شاء الله. شيخ مال باكستان كيف مشكل؟ هذا في ارتي مشكل. ارت مشكل. لا معلوم. هذا واير ما في مزبوط. لا واير ما في. الحين كيف؟ الحمد لله الحين كويس ان شاء الله. مزبوط؟ جزاك الله خير بارك الله فيك. كم فلوس؟ 20 ريال. افا مشان واير 20؟ مشان اخو؟ اي مشان اخو هذا. مشان اخو كم؟ مشان صديق اخو. بلاش. اعطيه 10. اعطيه 10 ابو محمد. يسد 10. ايش كفايه 10؟ لا لا 10 ما يجي. لا مشان اخو. مشان اخو هذا كلام. لا لا قلت له اعطيه 15. خلاص بعد مو يريد. يلا اعطى 15. 15 خلي يعطيك يا رجال. هذا 20 ريال. سووا متابعه.
لازم هذا وسوي لايك مشان هو في يسوي يعطيك دواء ويجي هذا متابعين زياده زين عايش 2050 جزاكم الله خير الله يسلمك يا زين خبر تفضل اكل سمسم لازم اليوم انت سوي خبر تعال اكل سمسم باكستاني كريم يجي ليش ما يجي انت تفضل جزاك الله خير مسخره بس جزاك الله خير شكرا والله في موجود جزاكم الله خير بارك خلاص انا والله قبل واحد ساعه اكل بارك الله جزاك والله خلونا في زايد جزاكم الله خير سبايسي زياده انت اعطي سبايسي انا ما يقدر بعدين انا فلفل ما يقدر زياده وسط فلفل ما في ها فلفل انا ما لا لا غريبة باكستاني زادة فلفل اول سبايسي كلنا بس والله انت غير دري انا ما يبغى لا لا يلا السلام عليكم بارك الله فيكم مشينا يلا بجيب اللوبة انا بسم الله جبت سيم كارد ها سيم كارد من ايش اسمه ذي قدام من قدام ايه يلا زين يلا بسم الله انا ماشي سيم كارد سلام براسك تبغانا نشوف خلينا نشوف شيء محل ظني هناك من سهله خلينا نقوم على اساس ما نوصل ما نوقف هناك ايه ابراهيم ما يثر دقيقتين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ابو محمد هذه مسابح سائقين اذا بغيت تجي يوم من الايام بغيت تسبح الشباب هنا يسبحون الماي طيب هنا ايوه الماي عذب ايه تتوقع شيء مع الموبايلات هنا لازم اعرف طريق مال الرياض هاو. انا ما اعرف ما علينا اليوم ما بجيبك طريق الرياض انا بجيبك طريق بيدوخك 50 دوخه يلا اصبر انت بس خلاص انا هركب عندك احنا التريل بروح عندك هذا شيء مال الجوال ان شاء الله انا معه بسم الله يلا روح السلام عليكم كيف الحال شو خبر سيم كارد فيه سيم كارد ما شيء افا يا ذيب وين حصل تيسريال هنا ماشي ها تيسريال ما في فايدة يا ابو محمد مشينا يقول لك هنا ما في خلاص طلع سيارتك انا بجيب السيارة وبجيك وقفت هناك انا اخر عجبني هالرجال مسوي له صندق وراقد فيها السلام عليكم كيف الحال يا حجي شو اخبارك كيف الصحة؟ بردان؟ ما في برد شوية برد لا؟ خاش داخل الله يبارك فيك السلام عليكم مسكين يشتغل في المحطة ما في زباين معه الله يعطي العافية من دس عن البرد هالرجال شامخ علال شامخ يا علال كفو استانس منور علال منور كفو كفو بسم الله قولوا ما شاء الله بسم الله وقفنا في حر بشوف حق ابو محمد شريحة سلامة ما ادري بنحصل شريحة ولا لا يلا حي ابو محمد وش الاخبار عشينا يلا بنشوف ما بنت ها ايه بنت أعطى أربع شهر ما يضر أعطى أربع شهر وبني السيارة بسم الله يا هلا يا هلا السلام ورحمة الله شاء الله أولاده
الله يحفظكم. جبت الجواز؟ ايوه. زين اساس في العاده عرقون مو حق الله. يلا هروب هروب. بسم الله. والله كم محل في مال التلفونات بس ما ادري هم يعطوا شرايح ولا لا. بسم الله. يا سلام على الجولد. الله الله رقم ابو ظبي هذا. والله وقت الدراجات ها. الله ابو محمد شكله ما خلص. السلام عليكم. ها خلصت؟ ركبت البطاقة؟ ركبت والله. نعم. خلاص جنت؟ نعم. ما ردوا عليك؟ ما عاد رد علي. لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله. الحين شو أحسن باقات؟ اس تي سي؟ اس تي سي ايوه 25 جيجا كم كلام؟ 120؟ ايوه 120. ما سوى ديسكاونت؟ ما سوى ديسكاونت؟ كيف في ديسكاونت؟ هذا صديق 120 جيجا كله. بارك الله فيك. كم حساب هذا سريع؟ 120 جيجا. 120 جيجا. اهم شيء اشتغلت؟ ايوه. ها؟ نعم. مشينا؟ يلا. ما ردوا عليك يا جماعه فودافون؟ لا ما في فايده. نعم. يلا مشينا. شكرا. شكرا. جزاك الله. طبعا وقفنا على اساس نسوي قهوه ونتنشط شوي. نتفاجئ الاطار الخلفي مال ابو محمد مال اللوبه مبنشر. والله يا هو برد يا الربع برد برد. الحين بنوقف ونغير التاير. الساعة 2:23 يا عين الله. يلا بتيسير يا رب. ابو محمد كيف؟ سلامات. الله يسلمك. وش صار معك؟ كويس. ها؟ يا الله الحمد لله على السلامة. هذا التاير اللي بنشط. يلا سهالات سهالات. زين بندفع وقت البرد.
سلامات سلامات الله المستعان. هذه مسوكة عليه، لا إله إلا الله. الله يكون في وانا. أبشركم يا الربع، وصلنا الرياض ولله الحمد. الساعة 4:07 الحين إلى مخرج ديرب بإذن الله. عشان ابى اطلع من الرياض، بس اطلع من ديراب وبنبيت باذن الله. اهم شيء نطلع من الرياض. هذا مشكله. اللهم الحمد لله زي اليوم ما في زحمه وسهلات باذن الله. مفرق ديرب عند مفترق الطرق. اخيرا ولله الحمد طلعنا من ديراب الساعة قريب 5، باقي تقريبا نص ساعة عن الاذان. ان شاء الله ننقوه. مشكلة مرة منتهي، ما باقي بيني شدة. بس الله يسر.